بسم الله. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نرسم المبنى دوت. هو من جهة مستطيل ومن جهة في مثلث، بس في ضلع منه واخد انحناء. فهاجي هنا في الريفيت وهبدأ اقول له ان انا مثلا عايز في الاليفيشن اغير اليونت للميتر، اوكي، واخلي ده مثلا 100 وبعد كده سهل نرسم الادوار اللي في النص. طيب هاجي هنا دلوقتي وهبدأ اقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلين اوت، وهدي له رقم 1 او ايه، وبعد كده هاخد ده كده كوبي من هنا لهنا، وهو هياخد حرف البي. طيب هاجي هنا بقى في الالفيشن مثلا النورس، وهقول له ان انا عايز ابدا ارسم ماس، واقول له امبليس ماس، واقول له اوكي، واقول له انا عايز ارسم موديل، واقول له هنا ان انا عايز مثلا على ايه، وهبدا ارسم بالشكل دوت مستطيل عادي خالص، تمام. وبعد كده هبدا ارسم تاني، هقول له بقى ان انا عايز ارسم على البي. ودلوقتي ممكن اقول له مثلا ان انا عايز استخدم اداة الاس بي لاين من هنا لهنا بالشكل دوت، وبعد كده هرسمها كده، وبعد كده اكمل باللاين عادي بالشكل دوت. وبعد كده خلينا نشوفها في 3D اهوت. فابدا اعمل سيلكت للجزء دوت والجزء دوت، واقول له اعملهم كريت فورم. لو انت عايز تغير دي دوس تاب علم على ديت، وهيديك امكانيه ان تتحكم في الزاويه دي بالشكل دوت. طيب اعمل سيلكت على الاثنين دول واقول له كريت فورم، فيبدا يعملهم لي بالشكل دوت. هقول له فينش، وابدا اعمل كريت لل الليفلات اللي في النص. يعني هعمل سيلكت على دوت واقول له ان انا عايز اعمل اري، وتختار مثلا العدد اللي انت عايزه، واقول له من هنا لهنا. وتقدر في اي لحظه ان انت تغير دوت مثلا ل 13 مثلا زي ما انت عايز، تمام. وبعد كده هعمل سيلكت على الشكل دوت واقول له ماس فلور، وابدا احدد الحاجات اللي انا عايز يعمل لي فيها فلور زي ما انا عايز. اقول له اوكي، هيبدا يعملهم لي اهمت. تيجي شوف في 3D. طيب بعد كده ممكن نجي في ارتكشر واقول له انا عايزك تعمل لي فلور باي فيس، تعمل سيلكت عليهم وتقول له كريت فلور، فيبدا يشوف لك بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا من ارتكشر تقول له انا عايز وول، وتختار نوع الوول اللي انت عايزه، وخلينا نختارها مثلا باي فيس، وهنا التايب بتاعك اللي انت عايزه، ممكن واجهه زجاج زي ما انت عايز، تمام. ومجرد بس تحدد هو يبدأ يعمل لك الفلور بالشكل دوت. طبعا ممكن تعمل سيلكت عليهم وتقول له فلتر، وتقول له انا عايز الكيرتن بانل، وتقول له دول انا عايز اغيرهم مثلا للنوع دوت، فيبدأ من أول شيء.